تفضل عرف نفسك. تفضل. انا اسمي طارق هشام. انا اسمي طارق محمد فتحي. هشام محمد فتحي. حازم محمد فتحي. ربنا يبارك الله يخليك. حقيقه ان احنا نازلين النهارده علشان بنتفقد احوال الميدان قبل باكر ان شاء الله. اللي هو جمعه ترقب الثمار، جمعه معرفه النتائج بعد الاحداث الاخيره المخزيه والبراءات اللي بالجمله اللي تمت لناس لا يستحقوا هذه البراءات، والقضايا التي لم تحاك بدقه، والجرائم اللي لسه ما اتحكموش عليها. كل ده احنا جايين نشوف بكره العاقبه، عاقبه الناس دي ايه، جزاء الناس دي ايه، الناس دي هتبقى مصيرها ايه. لغايه النهارده تراخي، تباطؤ، عدم جديه، نوع من الضحك على الشعب بشعارات وبكلام فارغ، والمجرم الحقيقي بيمارس دوره خارج الاقسام ويخش ويتحكموا ويخرج يلبس تاني الدريس بتاعه ولا البدله بتاعته ويمارس شغله. الراجل مرمي في شرم الشيخ ما احناش عارفين ايه اللي هيحصل له. المجرمين الحقيقيين ما زالوا طليق السراح، ما حدش عارف هم هيحصل لهم ايه ولا هيعمل فيهم ايه. كل ده طبعا احنا عايزين نعرف ان دي الناس دي عاقبتها ايه، نتيجتها ايه. الناس اللي خرجت من غير ما تحاكم، ما زال دم الشهداء لغايه النهارده، دم الشهداء مش لاقي رقبه نعلقه فيها، ما زال دم الشهداء مهدر، ما زال دم الشهداء مش لاقيين حد نحاسبه على اللي اهدروا دم الشهيد. فوق 600 او 800، انا مش متاكد من الرقم، 600 او 800 شهيد راحوا دمهم راح، ما احناش عارفين مين المتسبب. المتسببين الحقيقيين بيحاسبوا على ايه؟ جرائم كسب غير مشروع، لوحات معدنيه، كلام فارغ، حته ارض سقعها ولا كسب فيها. مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على دم الناس اللي راح اهدرت دمهم. فهو ده اللي احنا متوقعينه ومتوقعينه. ده فيش كمان غير برضو الاموال اللي اتنهبت طول 30 سنه، فطبعا جزاؤهم ان شاء الله هيكون عند ربنا اكتر يعني ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. هتقولي حاجة؟ مصر فوق الكل. مصر فوق الكل. مصر فوق الكل. ختام حلو. شكرا. بعد إذنك.